حياكم الله. ارتبط اسمه ببناء الإنسان، فكان من أبرز رجالات الدولة الأوفياء الذين كلفوا بمسؤولية صون وتنمية عدد من الجامعات الوطنية كجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد. شغل كثير من المناصب المرموقة في الحكومة الاتحادية، منها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم ووزير الثقافة وتنمية المعرفة، واليوم هو وزير التسامح والتعايش. أبدع في صياغة التقارب بين الأعراق والأديان واحترام الإنسان، إنه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. حياك الله طويل العمر. الله يحييك دكتورة، وشكرا على قبول استضافتك في مشكور هذا البرنامج. مشكور على أن استضافتيني في هذا البرنامج، وكن أول ضيوف هذا البرنامج، شرف لي، وشكرا على هذا، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، الله يسلمك، وهذه روحها بصمة في تاريخ حياتي وإنجازاتي القليلة اللي ما تشيع عند إنجازاتكم. حياة مليئة بالنشاط والعمل الوطني والإخلاص والتفاني الذي نعتز به. الله يسلمك، الله يسلمك. معاليك، نبدأ من إكسبو 2020 دبي، وتحديدا من كلمة الافتتاح. بحكم أنك المفوض العام لهذا الحدث الأفخم والأرقى عالميا، ما هي الصورة التي ارتبطت في مخيلتك بهذا المعرض وأثناء إلقاء الكلمة؟ ارتبط هذا الحدث، لخت دكتورة ميساء، هذا الحدث راية عندي برية وجهود مؤسس الدولة العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رأى ببصيرته وتطلعاته نحو المستقبل، ومن واقع إيمانه هذه الأرض الطيبة وبشعبها المعطاء، أن سيكون لنا شأن في غادم الأيام بين الدول المتقدمة، وحثنا على المشاركة في كل إنجازات العالم. فكان أول حضور الإمارات في معرض إكسبو الدولي في عام 1970 في أوساكا باليابان، وأذكر أن جناحنا كان مستوحى من تصميم قلعة الجاهلي في مدينة العين. لقد كان اشتراكنا في معرض إكسبو باليابان قبل تقريبا عام ونص من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤشرا مهما على حرص هذه الدولة على الإسهام الجاد في مسيرة العالم. وهذا بالضبط ما ذكرته وتذكرته في كلمتي في حفل افتتاح إكسبو دبي. فلو كان الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بيننا في هذا الاحتفال، لكان بالتأكيد بيكون فخور ومعتزا بإنجازات أبنائه وبناته في هذه الدولة الرائدة. مشاعر الفخر اللي تحدثت عنها تدفعني للتساؤل، الفخر اللي شعر فيه كل مواطن ومواطنة، كل مقيم وكل زائر في دولة الإمارات، هذا الفخر ما كان يتمثل فقط بالتنظيم والتنسيق، ولكن أيضا كنا فخورين بوجود المتطوعين من أبناء وبنات الإمارات، وجود متطوعين من أكثر من 200 دولة، من أكثر من 200 جنسية. ماذا يعني ذلك لمعاليك، وجود هذا العدد من المتطوعين؟ هذا غرس زايد، وهؤلاء المتطوعين والمتطوعات هم سلالة العطاء والإنجاز في هذا الوطن العزيز. لقد كان لي الشرف أن عاصرت الدولة منذ نشأتها، وشهدت التطور الهائل في جامعاتها وكلياتها، وأشرفت على العملية التعليمية في العديد من مراحلها، وأدركت تماما أهمية ما كان يوصينا به الوالد الشيخ زايد من الاهتمام ببناء الإنسان، وهو الاهتمام الذي استمر في ظل القيادة الحكيمة مثلا في الشيخ ابن زايد رئيس الدولة حفظ الله ورعاه،
وهو ذات الذي يتابعه ويحرص عليه هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد للقوات المسلحة، وهو اهتمام يتجسد في تعليم النشأ وغرس روح التطوع وحب الخير في نفوسهم وأعدادهم لحياة منتجة في خدمة الوطن والعالم. أننا نرى في إكسبو 2020 دبي العديد والعدد الكبير من هؤلاء المتطوعين والمتطوعات الذي يبلغ أكثر من 30,000 متطوع ومتطوعة ومن عدة جنسيات مختلفة، وكيف أن كل واحد من المتطوعين والمتطوعات يرحب ويخدم ويساعد وفود من الزوار وكأنهم ضيوف في بيت كل منهم. والذي لفت نظري بشكل جلي وواضح بالذات هو نشاط وحيوية ومثابرة بنات الإمارات على اختلاف أعمارهن. وهنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الوزيرة الأخت ريما الهاشمي وفريق عملها على جهودهم الطيبة في الإعداد لإكسبو 2020 دبي ليصبح صرحاً عالمياً مرموغاً يتسم هذا التنظيم الرائع. لقد كان يقال أن الملفات الكبيرة والمهام العظيمة تحتاج لرجال نغوية، ولكن هنا في الإمارات غيرنا هذه المقولة لتصبح المهام الجسيمة إنما يتم تحقيقها كذلك بحكمة وصمود وقوة بنات الإمارات الذين تبنتهم صاحبة السمو الوالدة الفاضلة الشيخة فاطمة مبارك أم الإمارات حفظها الله من بداية الاتحاد، فلها الفضل الكبير فيما وصلت إليه بنت الإمارات. كلمة عزيزة وغالية أكيد تسمعها كل بنت من بنات الإمارات اليوم، هي تسمع هذا الكلام والتقدير من معاليك. معاليك، العالم كله يعرف معرض إكسبو من 170 عام مضت، ولكن إكسبو دبي له وقع مختلف، له ميزات مختلفة. كيف يمكن لمعاليك أن تقرأ ما بين سطور إكسبو 2020 دبي؟ الفكرة في استضافة إكسبو هنا في دبي بدأت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك قبل سنوات من التقدم بصفة رسمية بطلب الاستضافة، وقامت الحكومة بالإعداد لهذا الملف على نحو جيد يعكس اعتزازنا باسم دبي والإمارات في المحافل الدولية، وتقدمنا في منافسة قوية مع المدن العريقة، وظفرنا بالاستضافة بفارق كبير من الأصوات. أول مرة تحصل عليه الدولة تتقدم لاستضافة هذا الحدث العالمي، ويعود هنا الفضل بعد الله لوزارة خارجيتنا بقيادة ومتابعة سمو الأخ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمل الملف، أن تنظيم إكسبو 2020 دبي يعكس بكل وضوح النهج الغائد العظيم مؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الله ثراه، والرؤية الواعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الذي أراد أن يبهر العالم ويثبت لهم أننا نستحق الصدارة. نعم. بالجدارة. وبالفعل هذا ما نحن شهود عليه الآن. وحتى عندما أرغمت جائحة كوفيد 19 العالم على الركود وحصل الإغلاق العام، كان تأخيره خيره. وهنا أذكر عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عندما قال: لا تشلون هم. وكأنه كان يقصد العالم، وبالفعل استأنفت دبي حياة العالم من جديد عبر فعاليات إكسبو 2020 دبي. وعلى هذا النحو الناجح الذي يدعو إلى الإعجاب. معاليك، تحدثت وقلت أن دبي خذت زمام مبادرة، وركز على كلمة ظفرنا بالاستضافة وتفوقنا على كثير من المدن اللي كانت تسعى للاستضافة. كيف استثمرت دبي اجتماع أكثر من 191 دولة في رقعة جغرافية واحدة نحن موجودين فيها اليوم؟ الاستثمار الحقيقي في الإمارات هو في الإنسان. وهنا أثبتت دبي ودولة الإمارات للعالم أننا شعب غادر وواعن ويسعى للتعايش والحياة في سلام مع الجميع. أننا نؤكد من خلال إكسبو 2020 دبي أننا دعات تلاقي الحضارات، وليس صراع أو صدام الحضارات التي كان يروج لها في السابق. إكسبو هو مناسبة مهمة يتضح منها أننا في الإمارات نبحث عن رفاهية الإنسان. نعم. بكل السبل، ونسعى لصون مغدرات كوكب الأرض لعون البشرية وصياغة مستقبل ناجح للجميع. نعم. كل هذا كان من المكاسب التي حصدناها من إكسبو. نعم. وما زلنا نحصدها من خلال ما سوف يؤدي إليه هذا المعرض العالمي بإذن الله. من تعاون وعمل مشترك بين دول العالم، وما يرتبط بذلك من تقدم إنساني واقتصادي ومجتمعي ومعرفي لمصلحة جميع الأمم والشعوب. معاليك، لما نتكلم عن وثيقة الأخوة الإنسانية اللي بزغ نورها في الإمارات في 4 فبراير 2019، نقول إنها وثيقة تجمع الأديان والأعراق والألوان في كافة دول العالم. ما هو جوهر هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة تجسد الأهمية القصوى للتواصل الإيجابي. نعم. والتسامح والتعايش والعمل المشترك بين البشر. هي رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم، تؤكد على أن التعددية في خصائص السكان هي مصدر قوة للمجتمعات البشرية. نعم. أن جوهر الوثيقة يكمن في محاورها الرئيسية، ومن أهمها أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام. نعم. وأن حرية المعتقد حق لكل إنسان، وأن الحوار والتفاهم وثقافة التسامح ضرورة بين البشر، إلى جانب التركيز على حماية دور العبادة وإدانة الإرهاب
وأتطرف بكل أشكاله. نعم. وكيف أن العلاقة الطيبة بين أصحاب الأديان والمعتقدات المختلفة والعمل المشترك بينهم هي أمور أساسية تسهم في تحقيق الخير للجميع. وعلى ضوء ذلك كله قامت الأمم المتحدة باعتماد يوم إصدار وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية على أنه اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. نعم. معاليك، هذه الوثيقة كيف مهدت للعلاقات الإنسانية بين الدول بعد ما كانت كثير من الدول تعيش في النزاعات، في عصر الظلمات، كانت تعيش في الكراهية، رفض الأديان والتعايش معها؟ أصل الأديان كلها التسامح، ومن ينبذ هذا التسامح لا يحق له أن يدعي أنه ينتمي لتعاليم أي دين. نعم. ومن هنا فإن وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية تشكل أحد أهم الدعوات التاريخية للحوار والتعارف والتعاون المشترك بين البشر، لنشر قيم ومبادئ السلام على مستوى العالم كله. هذه الوثيقة تجسد مبادئ الإمارات الراسخة. نعم. التي انطلقت منها في علاقاتها بدول العالم أجمع، والتي تتمثل في أن السبيل الوحيد لنبذ العنف والإرهاب في العالم هو التعارف والحوار والعمل المشترك. نعم. والتخلص من الصور النمطية عن الآخر مهما كان حجمه أو دينه أو عرقه، فنحن نتعايش في هذا العالم لنكمل بعضنا البعض ولتحقيق الخير والسلام والاستقرار للجميع. جميل. وثيقة الأخوة الإنسانية مبادئ جميلة، مبادئ عالمية، مبادئ إنسانية. كيف انبثق عن هذه الوثيقة جائزة؟ وكأننا نقول للعالم أن إحنا راح نتنافس في مجال الأخوة الإنسانية بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. فإذا تضيف لي معاليك الحديث عن جائزة الأخوة الإنسانية. دكتورة ميساء، الجائزة تأسست التي تمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في فبراير 2019 أحياناً للقاء التاريخي بين قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث وقع الرمزان الدينيان عظيمان وثيقة الأخوة الإنسانية، و ذلك بدعم كبير ومتابعة وحفظ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأصبحنا بذلك أول فائزين خيرين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية. وأما عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية فهي لجنة مستقلة دولية انشأت لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية حول العالم وتحقيق تطلعات وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية. ومن المقرر أن تنتهي عملية ترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام القادم 2022 في الأول من ديسمبر 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الرابع من فبراير 2022. ويمكن للجهات المؤهلة تقديم ترشيحاتها للجائزة من خلال الموقع الرسمي
لجائزة زائد الأخوة الإنسانية. معاليك، نتوقف فاصل قصير ثم نكمل الحوار. مرحبا بكم من جديد. معاليك، الجميع اليوم يتحدث عن القوى. كنا في السابق نتحدث عن القوى العسكرية، القوى كثير من أنواع القوى. اليوم العالم كله يتحدث بلغة مختلفة عن القوة الناعمة وأسلحة القوة الناعمة. هذا يقودنا للحديث والسؤال أن كيف استطاعت الإمارات تسخير مبدأ التسامح ليكون أحد أطياف وأدوات القوة الناعمة التي تستخدمها؟ الإمارات دولة تسامح، نعم، وسلام منذ أبصرت النور في العام 1971 على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد ورفيقه الشيخ راشد طيب الله ثراهما. فلم نعتدي في يوم على أحد، ولم نظلم أحد، وكل من جاء إلى أرضنا عاش بأمن وأمان، وبالتالي فقد حق لنا أن يكون وصلنا لبلد التسامح. لقد عرفنا العالم وتعرفنا عليه من خلال ما تتسم به الإمارات من تسامح و حرص على العيش بسلام مع الجميع، وتأكدت لنا من خلال التسامح والتعايش مكانة مهمة بين دول العالم أجمع. نعم. وكان لنا احترامنا من الجميع. إن التسامح والتعايش والسلام هي من عناصر قوتنا الناعمة. نعم. والتي نعتمد عليها في نصرة المظلوم ونجدة المحتاج والسعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات في جميع أنحاء العالم دون ما تفرقة أو تمييز. معاليك، وزير التسامح الوحيد في العالم، كيف استطعت أن تشرك وزارة التسامح أفراد المجتمع ليتحملوا مسؤولية أن يكونوا أداة في القوة الناعمة التي تمتلكها دولة الإمارات اليوم؟ المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين تعد مجتمع مكونات رئيسية في نهج التعددية الثقافية لدولة الإمارات. نعم. منذ تأسيسها، وأصبحت الدولة اليوم وهي حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر، أن تضم الدولة مقيمين من أكثر من 200 جنسية. نعم. ينعمون بالحياة الكريمة والاحترام الكامل، كما أن قوانين الدولة تحافظ على قيم العدل والمساواة. نعم. وتجرم الكراهية والتعصب وتحارب أسباب الفرقة والاختلاف. كذلك فإن الإمارات شريك أساسي في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز العنصري. نعم. لتصبح عاصمة عالمية تلتقي فيها الحضارات الإنسانية لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب، وهذا ما جعلها مقصداً للجميع من مختلف بلدان العالم بغض النظر عن
لونهم أو عرقهم أو دينهم. وإكسبو 2020 دبي خير برهان ودليل على ما أقول. الوزارة تؤكد في عملها على الشراكة المهمة مع كل عناصر المجتمع. هذه البرامج تشمل العمل مع المدارس والجامعات ووزارة التربية ومع الأسر وهيئات التنمية الأسرية ومع الوزارات والحكومات المحلية ومع وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومع الجاليات الأجنبية في الدولة ومع الأفراد والجهات والمنظمات المهمة حول العالم. نعم. معاليك، هل تعتقد بأن منهج الإمارات التسامحي وإعلاء قيم التسامح هل ميز موقعها بين الأمم وأصبحت قيمتها أعلى بين دول العالم؟ بالطبع دكتورة ميساء، ومجلس الأمن شاهد على ذلك، والجمعية العمومية في الأمم المتحدة وأعضائها يشهدون على ذلك. ما أن تتبنى دولة الإمارات غراراً أو تقترح فكرة حتى تتسابق الدول لدعمها، وهذا لم يأتي من فراغ. فلهذه الثقة الدولية سنوات مع العمل الجاد الذي قام به قادتنا الكرام لنصبح بهذا الموقع المرموق بين الشعوب والدول، ويأتي التسامح والتعايش لتوج تلك المساعي. فلو وصلنا إلى عالي القمم وامتلكنا أعظم الثروات بدون التسامح والتعايش ونبذ العنف والحرص على العلاقات الإيجابية بين البشر، فلن نصل إلى أي من مرتبة من المراتب بين الأمم، بل العكس. فمن لا ينتهج التسامح يصبح منبوذا بين دول العالم والشعوب. بهذا نستطيع القول معاليك بأننا إذن كأفراد في المجتمع نتحمل مسؤولية مجتمعية كبيرة لتمثيل التسامح، لإعلاء قيم التسامح. فكيف لنا كأفراد وجهة نظر معاليك نتحمل هذه المسؤولية الاجتماعية لنشيع ثقافة التسامح في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى أيضا؟ المسؤولية على الجميع، كبير وصغير، رجل وامرأة، مواطن ومقيم. هذه الدولة أمانة في أعناق الجميع. ونبذ العنف والتطرف مسؤولية الجميع. فالعيش في سلام ورخاء لا يأتي بالسياسة والاقتصاد حسب، وإنما بحب الناس للناس. وخير الناس أنفعهم للناس. والواجب ليس على الأفراد فحسب، فهناك الدور على المدارس والجامعات والمساجد والأندية. والدور الأكبر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. على الجميع أن يترفع عن الإساءة وينبذ التنمر والإرهاب بأشكالهم، والتوعية ثم التوعية بأهمية وفضل التسامح والتعايش قبل الترهيب بأضراره وسلبياته. والقانون كما تعرفين بالمرصاد لمن تسوي له نفسه الإساءة للمجتمع وأفراده. يهمني هنا أن أشير إلى أن هذه مبادئ أصيلة في عمل وزارة التسامح والتعايش في علاقتها مع
جميع الأفراد والمؤسسات إن كان داخل الدولة أو خارجها. معاليك تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال باليوبيل الذهبي. اليوم الوطني لدولة الإمارات هذا العام سيكون مختلف، نودع به 50 عاما مضت، ونستقبل فيه 50 عاما وأكثر إن شاء الله بمزيد من النجاح بمزيد من التألق. معاليك، ما هي رسالتك للشباب ونحن نستعد للـ50؟ شبابنا والحمد لله ثقة القيادة بهم كبيرة، وولائهم لا حدود له، ولكن عليهم أن يدركوا دائما أنه بعلمهم وأخلاقهم وسلوكهم وأدائهم ستسمو دولتهم، نعم، بتسامحهم وتعايشهم مع الآخر، نعم، سترتقي الإمارات وتتأكد مكانتها بين دول العالم أجمع. وأما عن دعاة الفتن والمغرضين فليس لهم مكان بيننا، نحن بإذن الله سائرون على بركة الله وتوفيقه نحو المستقبل بكل تفاؤل وثقة بأننا غادرون على أن تكون الإمارات دائما في المقدمة والطليعة بين دول العالم أجمع في تحقيق الخير المجتمع والإنسان في كل مكان. معاليك، وصلنا إلى الخاتمة، رغم أني أنا ما أريد أنهي الحديث لأنها هي جلسة تاريخية وحوار تاريخي وحوار تسامح يشعر فيه الإنسان بالقيم اللي موجودة هي في شخصيات تاريخية مثلك، شاهدة على نهج الدولة ورؤيتها منذ التأسيس إلى الآن. شكرا لحضورك، شكرا لمشاركتك معنا، وتمنياتنا لك ولدولة الإمارات كل النجاح والتوفيق. مشكورة الأخت الفاضلة دكتورة ميسا على تحت الفرصة لي أن أعبر عن رأيي وأفكاري وشعوري تجاه التسامح الراسخ في الإمارات الذي هو في صلب ثقافة الإمارات، وقائدة المؤسسين لهم الفضل الكبير في تأسيس هذه الثقافة الحميدة التي يدعو إليها ديننا الحنيف، وترقى الشعوب بالتسامح والتعارف. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وأيضا أن خلق الإنسان لإعمار الأرض. فهذا مسؤولية الجميع على أن نبذ التطرف وتشجيع التعارف والعمل عليه باستمرار. مرة ثانية أشكرك على تحج الفرصة لي وللتقدير والاحترام والمعرفة. شكر لك، الله يعزمك دارك، وشكرا على كل شيء. مشكورة. في الختام مشاهدينا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد.